والآن إلى آخر أخبار المال والأعمال. أخبار الاقتصاد مع رغدة أبو ليلى، إليك رغدة. شكرا لكم هبة حسين ويوسف عبدين. إلى أخبار المال والأعمال محليا وأيضا عالميا. أهلا بكم. وجه رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي بتشكيل مجموعة عمل من عدة وزارات معنية والبنك المركزي لوضع خطة عمل لزيادة الصادرات خاصة إلى الأشقاء بإفريقيا. جاء ذلك خلال اجتماعه مع عدد من الوزراء لمتابعة سبل تنمية الصادرات المصرية لدول القارة الإفريقية، حيث أكد مدبولي أن هناك اهتماما من الحكومة بزيادة الصادرات في هذه المرحلة، لافتا إلى عقد اجتماعات عدة لإيجاد آليات فاعلة لزيادة تلك الصادرات. أكد وزير البترول طارق الملا وجود خطة للتوسع في إنشاء محطات الوقود الجديدة يتم تنفيذها ضمن أهداف الدولة التنموية ولتلبية احتياجات مرتادي الطرق والمحاور الرئيسية. أشار الملا إلى أن محطات التموين والخدمة الجديدة تشهد تطوراً ملحوظاً، تقدم خدمات متميزة لأصحاب السيارات. بنؤكد على دعمنا للقطاع الخاص ودعمنا للشركات العالمية والإقليمية لزيادة استثماراتها وإزالة أي معوقات قد يواجهونها في إصدار موافقات أو تراخيص أو غيره من المعوقات البيروقراطية التي قد يصادفونها، وبالتالي كل الدعم لهم وكل التوفيق وكل النجاح. من جانبهم أكد مسؤول الشركة الفرنسية على الدعم الكبير الذي تقدمه وزارة البترول لشركائها، مؤكدين أن مصر سوق مميز للاستثمار. أود أن أعرب عن سعادتي وفخري بالدعم المقدم من قبل وزارة البترول معالي الوزير وبين الهيئة المصرية العامة للبترول أيضا، حيث يقدمون لنا الدعم باستمرار في كل ما نقوم به من أنشطة في السوق المصري. بالنسبة للمحطة تحديدا فقد أخبرني كل الزملاء من وزارة البترول ومن الهيئة المصرية العامة للبترول بأن الموقع مميز جدا، حيث يقع الموقع من القرب من محاور رئيسية وفي منطقة حيوية للغاية. أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس حرص الهيئة على فتح قنوات اتصال مباشرة مع المنظمات والمؤسسات العاملة في المجال البحري لتحقيق التقارب المستهدف بما يحقق المصالح المشتركة. وخلال لقائه مع رئيس مجلس بورصة البلطيق للشحن البحري، أوضح ربيع أن عمليات التطوير بالمجرى الملاحي للقناة حظيت باهتمام كبير خلال السنوات القليلة الماضية. من جانبه أكد رئيس مجلس بورصة البلطيق أهمية قناة السويس كإحدى الدعائم الأساسية لاستدامة واستقرار سلاسل الإمداد العالمية. إلى سوق المال، حيث أنهت البورصة المصرية تعاملات على تراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي. تراجع رأس المال السوقي بنحو 877 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 680.499 من 1000 مليار جنيه. على صعيد المؤشرات، فقد فتح مؤشر اي جي اكس 30 عند مستوى 9687 نقطة ليتراجع بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 9685 نقطة. كما فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 عند مستوى 2217 نقطة ليغلق متراجعا بنسبة 1.9% عند مستوى 2193 نقطة. فتح مؤشر اي جي اكس 100 عند مستوى 3140 نقطة ليهبط بنسبة 78% ليغلق عند مستوى 3115 نقطة. إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي 19.51 جنيها للشراء و 19.58 جنيها للبيع. اليورو وصل إلى 19.12 الجنيه الإسترليني 21.77 21.86
الدرهم الإماراتي 5.31%، 5.33%، أخيرا الريال السعودي 5.19%، 5.21%. في أسواق المعادن النفيسة ارتفعت أسعار الذهب العالمية ليصل إلى 1665 دولارا للأوقية. محليا وصل عيار 18 إلى 930 جنيها للجرام. عيار 21 وصل إلى 1085 جنيها للجرام. أما عيار 24 فوصل إلى 1240 جنيها للجرام. أخيرا الجنيه الذهب وصل إلى 8680 جنيها. في أسواق البترول العالمية قفزت أسعار النفط نحو 4 دولارات في الوقت الذي تدرس فيه مجموعة أوبك بلس لأكبر خفض للإنتاج منذ 2020. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.46 دولار أو بنسبة 4.11% لتصل إلى 88.60 دولارا للبرميل. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.39 دولار أو بنسبة 4.3% ليصل إلى 82.88 دولارا للبرميل. كما ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 3.5% لتصل إلى 3.33 دولارات للتر. في المقابل تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 4.94% لتسجل 6.43 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. قالت مصادر في منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك إن مجموعة أوبك بلس لمنتجي النفط تبحث إجراءات تخفيضات بالإنتاج تزيد على مليون برميل يومياً، وأن التخفيضات الطوعية من قبل الدول الأعضاء يمكن أن تكون إضافة إلى ذلك، مما يجعل الخفض الأكبر منذ عام 2020. سيعقد الاجتماع الذي سيبحث التخفيضات في 5 أكتوبر الجاري على خلفية انخفاض أسعار النفط وتقلب حاد في الأسواق على مدى شهور، مما دفع السعودية المنتج الرئيسي بأوبك إلى القول إن المجموعة يمكن أن تخفض الإنتاج. نهاية الأخبار الاقتصادية، عودة من جديد إلى هبة ويوسف. إليكم، أشكرك رغدة.